كلنا الحمد لله، ممكن مستر جوزيه يتكلم فيها تقريبا، قال معظم الكلام انها فلوس. اتفضل. بس انا ليا تعليق على كلام مستر مانو، يمكن ما قدرتش ان انا اناقشه فيها. هو كان الظاهر ان هو اتفرج على ماتش اسوان، وكان كل تفكيره وكل كلامه عن ماتش اسوان. ولكن مع احترامي لفرقه اسوان، يمكن النادي الاهلي كان ليه اخطاء في ماتش اسوان، واحنا اتكلمنا عليها. النادي الزمالك استغل نفس الاخطاء اللي وقع فيها نادي الاهلي في فرقه اسوان. انت بدات يا ايمن البدايه بتاعتك، بدايتك ما انا بقول لك بدايتك كانت غريبه شويه على اللعيبه نفسها. لعيب الكره ما ينفعش يلعب بينزل الملعب للمره مليون وهو مقلق من حاجه. ما ينفعش، لازم تبقى انت مريح، انت اللعيب عارف هيعمل ايه. ايوه. فهقول لك حاجه، كلنا النهارده اتفرجوا الكوره وكلنا انتقدنا قالوا ديانج ما بيروح ناحيه اليمين، مش حتته يمسك الكوره، ما عندوش الدريبل، ما عندوش السرعه، وراح اكتر من مره، لكن هي ما عندوش دي. أيوة. فبيجي يمشي يمشي، اما يقع يا اما يعمل فاول تروح مرتده عليك. أيوة. فدي مش حتته يا ايمن. فهو اللعيبه ما بيغلط في المباراه على فكره، مؤشر وحش ليه هو. ايوه. لعيب الكوره بيحب دايما يبقى كل الكوره بتاعته صح. مزبوط. نسبه الخطا بسيطه جدا. مزبوط. دايما كل واحد بيحاسب نفسه، انا عملت كام خطا النهارده، مش عملت كام كوره كويسه. مظبوط. هو ده لعيب الكوره، عايز يبقى دايما متفوق، عايز يبقى الاحسن دايما. اما اخر مباراه ماشي. ماشي يا كابتن. لا لا انا معاك، معاك لحد ماشي. فهي اللعيبه هتخرج منها بسرعه خلاص، الموضوع كويس. مش هيطول اكتر من كده. انا بتكلم على اخطاء حصلت في ماتش اسوان. هو اكيد في محلل اداء عندنا مش كده؟ اكيد طبعا. كويس طبعا قوي. طبعا. يعني في اخطاء بتحصل في المباراه اكيد بيقول لي المدير الفني. حصل في انبي مع كابتن حلمي كمان. بالظبط. فهو احنا دلوقتي بنتكلم على فرقه اسوان وفرقه انبي وفرقه الانتاج الحربي، حصل فيها اخطاء، والاخطاء تقريبا كلها واحده. كويس. وحصلت في ماتش النهارده، بس في فرق بين انك بتلاعب فرقه اسوان وبتلاعب خصم بحجم نادي الزمالك. كويس. لان هو مصمم على شكل النادي الاهلي بس شكل مختلف. يعني المباريات اللي احنا بنتكلم فيها انتقدنا فيها كان بيعمل ايه؟ كان دايما بيلعب مجدي ناحيه اليمين، اتكلمنا قلنا مش هينفع مش هينفع مش هينفع. النهارده لعب بثلاثه في نص الملعب. ماشي. على فكره انا بحب ثلاثه في نص الملعب قوي، بس توظيفهم ايه؟ التوظيف ايه؟ مظبوط. المهام بتاع كل لعيب ايه؟ ما هو المهام مش واضحه. ديانج بيروح اليمين ما بيعرفش يتصرف. حمدي فتحي مش ظاهر النهارده وضعه. اتفضل يا كابتن. هقول حاجه بس حضرتك فضل. في حته ثلاثه نص الملعب المدافعين. اتفضل. انا ممكن العب بثلاثه نص ملعب مدافعين تماما يعني. كويس. ثلاثة ازاي كابتن؟ فلات ولا؟ ثلاثة، واحد وواحد، واحد سائط واثنين، واحد على اليمين وواحد على الشمال. ماشي. وفي نفس الوقت امتى ألعب بثلاثة مدافعين مدافعين في نص ملعب؟ لما يكون عندي طرفين سرعة أقوية جدا. بالظبط. سرعة جدا، طرفين اللي هم الباكين. أيوه أيوه. على أساس هطير الباكين دول زي ما يوسف قال وأثبت الثلاثة بتوع نص الملعب. بالظبط. بيبقى الباكين طايرين باستمرار لانه بيجيدوا العامل الجانب الهجومي، ودول بيجيدوا الجانب الدفاعي، بيامنوا الطرفين اللي بيطلعوا خصوصا الاثنين اللي على الاطراف. واستغل ده بشكل كبير جدا. وطبيعي حلمي كمان انا ممكن استغل نص الملعب نفسه، يعني لو الهجمه مثلا من ناحيه عالي. أيوة. الراجل اللي معايا يكمل وهيبقى الجانب الاثنين مستنيين في النص، وانا اللي بغطي الحته دي. واخد بال حضرتك؟ بالظبط. فدي ممكن جدا، لكن التطبيق هو المهم. يعني ليس المهم اسماء الطرق ولكن المهم التنفيذ. انا بقول لحضرتك ما هي اللعيبه اللي تناسب المهام بتاع المهام، يعني المهام بتاع كل لاعب ايه؟ ما لازم ما لو انا نازل عارف انا ايه هعمل ايه النهارده في الملعب، انا امكانياتي ايه بالظبط. لكن عارف يا كابتن علاء، اتفضل، لما يكون عندي ثلاثه في نص ملعب دفاعيا اقوياء جدا وعندي طرف ضعيف هجوميا وطرف قوي دفاعيا، برضه مش هتنجح. بالزبط. لان انا كده يبقى انا بدافع بسته، ما هو بدافع بسته على الاقل، ثلاثه ورا وثلاثه في نص ملعب، ودي مش طبيعه لعب النادي الاهلي. والنهارده النادي الاهلي دايما الجانب الهجومي عنده بيبقى غالب اكتر. بالزبط. يعني فدي نقطه النهارده كمان ان النهارده كمان في اكتر من كره ايمن، لو اللعب عند علي معلول وحبيت تغير الناحيه الثانيه مفيش حد. عشان اللي موجود فاضي خالص. عشان يا عادل. اللي موجود ما عندوش لا سرعه ولا دريبل. ما هي طيب انا واللي ودى ديانج واللي ودى انا اسف انا قطع كلامك. لا اتفضل. اللي ودى ديانج في الكام كوره اللي احنا شفناهم ان هو مش عارف يتصرف فيهم. انا في ان مفيش حد في المكان ده. قال لك هو انت بيعمل ايه؟ بس هو مش عارف يعمل ايه في الكوره. مفيش حد بيروح المكان ده. لو انا بلعب بثلاثه في نص ملعب مدافعين ووارد انك تلعب بيهم، وانا شايف ان ممكن مباراه الوداد تلعب بيهم كده، ما عنديش مشكله. بس لازم الاثنين اللي يكونوا قدام الاثنين دول، اول حاجه بيكونوا بيدافعوا كويس، ثاني حاجه يقوم الاثنين يكون عندهم سرعات بس او دريبل كويس. طرفين يا عادل. لا حتى لو الطرفين مش حتى لو الطرفين مش بيهاجموا. ماشي. بس انا هلعب لو هلعب اربعه ثلاثه قدامهم ثلاثه. اقول لك حاجه بعد اذنك يا كابتن علي. اتفضل.
عارف لو هيلعب بثلاثه يلعب بقى بجيرالدو. ما هو ده اللي بتكلم فيه. جيرالدو أيوة ولا ما هو بتكلم فيه مظبوط صح. بقول الدين على الاطراف. ده اللي انا بتكلم فيه. هو صح ان ما ينفعش العب بالثلاثه وقدامهم كمان اللي بيلعب مع افشه مش حتته. انا كده عطلت افشه ان هو اديته في حته مش حتته خالص وثبت ثلاثه موجودين كل واحد بيلعب مكان. ما هو ده اللي حصل النهارده يا كابتن كابتن حلمي حضرتك قلت في بدايه الاستوديو لعيبه النادي الاهلي مهاجمين كتير صح؟ لا لا لعيبه الزمالك كويس. لكن على الجانب الاخر لو التوظيف صح في لعيبه النادي الاهلي الحته الهجوميه عندك هتبقى عاليه جدا. بس للاسف انت كنت بتلعب يعني النادي اللي كان بيلعب يعني جنب واحد هو معلول الطبيعي بتاعه بالزبط. الجنب الثاني لا مش موجود فغصب عن ديانج بالظبط يا عادل غصب عن ديانج بيروح في حته فاضيه. ما هو بيروح عشان مجبر انه يروح. انا رايح في مكان مش لعبتي مش متعود عليها. يعني ديانج لما بيروح المكان ده ممكن مره في المباراه وكده لكن مش هبقى لازم مش اروح الوقت لان مجدي خلاص هو لعيب الكوره خصوصا نوعيه مجدي عايز كل كورته على صح يبقى الشكل حلو كده. فمجدي زهق من ناحيه اليمين انتاجه ضعيف مش هيعرف فعمل ايه وضهره الخط كمان عمل ايه هرب على جوه. طب المكان ده بقى فاضي ما ينفعش ان يملاه دفاعين هجوميين صعب أي. وبعدين كمان في 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 في, في منطقه فيها اقوى لعيب في الزمالك بالزبط. يعني انت عندك بن شرقي ما ينفعش تلعبه بواحد لا. يعني ما ينفعش تلعب عبد الشافي وبن شرقي الاثنين يعني بن شرقي لازم يعني لازم تغطيه يعني دبل بريس عليه ولازم تشغل بالزبط. واحد وواحد تاني موجود معاه بالزبط. لكن انت عكست انت بن شرقي وعبد الشافي كانوا بيلعبوا على هاني بس في الشوط الاول ودي برضو حاجه من الحاجات اللي يعني اللي بوظت شكل النادي الاهلي النهارده او اللي خلت شكل النادي مش كويس. كابتن محمد كنت عايز اكلمك على